لكم. شوف اسيدي هاد المعلومات اللي كيعطيو راه خاطئه، مو ما همناش هاد الولد، مو دايره له اكثر من اللي غيدير لك اي واحد. راه عروستي راه ما كاينش اللي مقابل هذاك الدراري ديالها بحال هي، راه ما مشات تسخر الحانوت، جايه من الحانوت دخلت الباب الدار. علاش دخلت خلفها في الباب؟ ماشي في احد الازقة، في باب الدار ديالهم. ما تيمشي حتى لبلاصه ما كترخيش. واش ولد 4 سنين غترخي في الازقة؟ فيفاش مع 9 الليل غترخي؟ انت الجده ديالو؟ انا الجده ديالو. واش باش كطالبوا دابا؟ تنطالبوا بهذا الشيء. علاش هذا الولد؟ واش مات قطا؟ واش ماشي فين حقوق الانسان؟ فين هي؟ مات الولد دابا الان 9 ايام هذه، ما جاو يصلحوا هذا. وماشي غير انا، دابا كلشي الناس خايفه، الحومه كامله خايفه، مرتان كل دابا خاف على وليداتو. انا ها هو باقي الولاد، ولادي صغيورين، ايوا كنديروا لهاد الشيء هذا. واش منين مات؟ على الاقل يجيو يصلحوا، على الاقل يجيو يسولوا فينا. زايدون هما اللي جاو خسروها وخلاوها خاسر، هما اللي جاو خسروها وخلاوها، هما اللي داروها بالمشاركه. ايوا شارك في الدابا، ما تيش داروها بالمشاركه حيدا ما كاينش هادشي. انت ديرو ما فهمناش هادشي، ما فهمنا حتى حاجه. شو ما هادشي هذا؟ المسؤولين قصروا منا بزاف. هذا ربع عربي قلت هما اللي قطعوا هادشي، هما اللي قطع هادي. راه قطعها هو بالمنشار، وحي ملي ما صابش السالو ديال هذا قطعها بالمنشار. شكون اللي قطع اسي؟ اللي من راه صحيح اللي راه يدير الصيانه ديال هادشي. اها هما اللي هما اللي قطعوا هادي. والتقصير اشي والصيانه ديال هادي راه بالمنشار. دابا حنا نقدروا نقولوا هذا قطعوا هذا صاري ولا قطعتوا هذا، المرجان كامل ندور عليه فيها. جاو جاو تلب السالوت، وجا كاين اللي بغى يفعل ما صابش السالوت وقطعها بالمنشار وخلاها هكا. مشاو والوليد كان كان دايز وهو يسعقوا الضو. الوليد ضربوا الضو، كاين واش دير بها قال غير يضربوا الضو. ما تيلعبش ما تيلعبش، ما تيلعب ولا راه في احد الازقه في باب الدار. هي داخله غير السخره مسكينه. هي دابا ما قداش تهرب، تعيط فيها هبطي قالت لا ما عندي ما نهبط. انا قلت لها ما نهبطش، دابا جاو نسمحوا غير الولاد اخرين، غير الولاد اخرين. لا البريد الدراري عم على حق نوعوا لهم اللعب. دابا هذه جارتي حتى ما عندهم الباص، كلشي عندهم الباص. انت ام ديالو؟ لا انا مس عمو. اختي حنايا كاملين عندنا وليدات صغار. اه باش كطالبوا؟ كنطالبوا غير بالصيانه اختي. راه حيت الا جيتي تشوفي كاع الحومه نفس الشيء، كاع الحومه هاد القطيات هادو محلولين، كلهم محلولين، ماشي غير المنزل ديالنا حنا بوحدنا. منين ناضوا الناس شافوا هاد الصاعقه، منين عرفوا هاد الواقعه، ناضوا كيضربوا في قد في دوك البوطيات ديالهم، لقاو تاهما راه محلولين غير مكانيين. لقاو مكانيين، كلشي تفاجئ بلي راه كاع البوطيات اختي راهم محلولين. وبالنسبه لمرت لوسي، راه حنا ساكنين في دار وحده، زعما كنعرفها، ولدها مسكينه ما كتحطوش من الظهر ديالها، ولد صغير هو عينيها. دخلات مسكينه خرجت غير تسخر وشاده في يديها، حطات الميكات ديال التقديه وباب الدار. ها انتوما صوري لهم اختي غير يشوفوا شنو بينهم. ها هي الدار فين ساكنين، احد الازقه، ها هي مع التشجيعات. الناس اللي كيقولوا في احد الازقه المؤديه الى المنزل، راه ماشي في احد الازقه، راه في باب دارهم. دقيقة من مسكينة حطات الميكا لقات ولدها يابس. لا حول ولا قوة الا بالله، حست بي الله ونعم الوكيل وعاش الملك. كنطالبوا سيدنا يشوف هذا الشيء. عاش الملك، عاش الملك. صافي هذا الشيء اللي غنقولوا.